زمان حجت رمضان حنقول يا كمان. هل هلالك يا رمضان رمضان أحلى في السودان، هل هلالك في السودان وتحلى اللمة بين حبان، عمت بشايرك كل مكان زار الفرح أهل الحنان، بيك القلوب مليانة نور حسن العمل جاب السرور جاب السرور. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الشيخ الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك شيخنا. الله يبارك فيك. الحمد لله. نحن نلتقي معكم مشاهدينا الكرام اليوم وبلادنا تمر بفتنة كبيرة، نسأل الله العلي القدير أن يجعل الفتنة نائمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمن والأمان والسلامة في بلادنا الحبيبة. واليوم نحاول أن نتحدث بشيء من التفصيل عن دور المواطن الصالح الذي يدرك قبل الآخرين أن إصلاح وطنه ومجتمعه وتطوره وتقدمه يبدأ بإصلاح النفس البشرية، لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا ما صلح الفرد صلح المجتمع بحول الله وقدرته. هذا يتأتى عبر مشاركة الفرد في المجتمع والمشاركة الفعالة والإيجابية. ونحن مشاهدينا الكرام في خواتيم عشرة الرحمة من رمضان، وبلادنا تواجه المشكلات الجمة، دماء تسيل وأرواح تزهق وخوف وشكوك وهواجس تملأ النفوس، فكيف النجاة وما الواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم؟ الفرار إلى الله طوق نجاة الوطن والمواطن المسلم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وبفضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حسن. حقيقة الموقف يحتاج منا إلى الدعاء ويحتاج منا إلى النصيحة، فالدين النصيحة. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا به. لا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. الدين النصيحة. والعلماء يقولوا هذا الحديث من الأحاديث الثلاثة اللي عليها مرتكز الإسلام. أيوه. الدين النصيحة. ولذلك نحن نصيحة نقدمها لكل أخواننا يعني من حكام ومواطنين، أن نحن نتريس ونتمهل ونتعقل، ما نخلي الشيطان يوسوس لنا بالهواجس الحياة دي. ومن أخطرها اللي هي سفك دماء المسلم. دم المسلم دم معصوم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أي دم المسلم ده حرام، وربنا حذرنا تعزير من سفك دم المسلم. قال تعالى ومن يقتل مسلما متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شو الوعيد الشديد ده؟ الخلود في النار لمن لقاتل المؤمن عمدا. وكذلك ورد في حديث من اشترك في قتل مؤمن عمدا بشطر كلمة أكبه الله في النار. شطر الكلمة اللي هي أقتل، شطره أق، بس قال أق، لا حول الشاويه أق. قال لي جماعة ماسكين لهم زول قالوا أق قتلوا، يبقى اشترك في قتله وربنا يكبهم كلهم في النار. وري حدث تاني، ناس الدنيا دول كلهم لو اشتركوا في قتل مؤمن عمدا لأكبهم الله في النار. ولذلك عن النصيحة نحن نقول لأخواننا الحكام الجدد كده، الموضوع ده له كده حزم تمام. لابد تكون الدولة عندها هيبة تسيطر على الموقف،
أي ده نصيحة نقول نشد حيلكم أحسن المواضيع دي. وكمان نحن ننصح كل المواطنين إنه نحن نتريس وما نتسرع وكذا، ندي ناس لناس الحكومة ده نديهم فرصة كذا يا خلال الأمور تجيب تبل تريس والتمهل وما دارين يقضوا حياة حل حلول كذا، لكن ما نسرع عليهم نديهم فرصة وعشان يحسموا لنا المواضيع ونحن نعين بالدعاء ونعين بحاجة مهمة جدا. نصيحة أنا من قبل أسوي دي ما تقوم حذرته إنه البلد دي معرض لكارثة اللي هي لما ظهرت التعامل بالربا. نحن عندنا قانون من أعمل يعني أكبر دول في العالم عندها قانون اسمه قانون السراء الحرام. أيوة. والقانون ده يمنع التعامل بالربا في البنوك والشركات والأفراد. أيوة. لكن لما ظهر حكاية السيولة دي ظهر الربا. أيوة. اللي هي التعامل القرش بالتعامل بالربا. فعلا أنا بذكر إيه نصحت بالإذاعة بالتلفزيون كله قلت له أخواني إحنا معرضين بكارثة من ربنا، معرضين بعقاب من ربنا لو نحن ما وقفنا مع موضوع الربا ده اللي هي الربا اللي هي تبيع الشيكات بالدولارات بشيكات بتديني مثلا 90 جنيه كاش اديك شيك ب 100 جنيه وهذا التعامل ده ممنوع كده مش شغال كده ده عين الربا ده الربا المحرم بالقران وجا الوعيد الشديد لابد كل مسلم يتذكر الايه دي قال تعالى ومن يقتل مؤمنا استغفر العظيم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله كلام واضح رسوله وآية واضحة زي الشمس. نحن أسعى الحالية اللي حصلت دي 100% وقلت لحد وقتها دي أن دي بتعامل نتيجة التعامل بالربا. أول حاجة نحن نصيحة نقول للحكام أحسم الموضوع ده اللي حسمه لابد الدولة تكون عندها هيبة تحسم المواضيع. نمرة اثنين أنه نصح كل التجار إخواننا أصبروا توقفوا التعامل بالربا ده وقفوا توبوا واستغفروا وكثر من التوبة والاستغفار والدعاء إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا إن شاء الله ربنا يحفظ. نعم وطبعا الدور مشترك يا شيخنا حتى المسلم عنده حق على وطنه ووطنه عنده حق عليه طبعا عليهم. لا هذا كل يعني حاجة واجبات التسرع والتأمان السرع وكذا نحن كلنا يعني الحمد لله سودانيين 99% من سكان السودان مسلمين وال1% ده يخلنا الأقباط وغير كذا ناس مسالمين ما عندهم مشاكل معانا ولا شيء وعايشين معانا كأنهم مسلمين ما عندنا كذا لكن ليه نتخاصم ليه نتعارك ليهم مسلمين نسوي دماء بعضنا بعضا. نعم. يبقى دي نصيحة ان احنا نقول لشبابنا شباب يا شباب يا اخوانا تعقلوا وتريسوا ما تسيروا والكلام الالفاظ الماكويسة دي ما بتليق بالمسلمين يعني الالفاظ نتبادل نشتم بعضنا بعضا ونتهم بعضنا بعضا دي كده ما بتليق. ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ده من اخلاق المسلم يا اخوانا. ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطاعان مش من بطعن بسلاح، الطعن بطعن بالكلام الجارح. نعم. اتهامات وقذف وكذا. نعم. وطبعا الآن كمان في وسائل جديدة شيخنا بقت تستخدم في مسألة هذه الاتهامات المتبادلة كان بين المسؤولين ولا على المواطنين. أي. المسائل بتاعة الفيسبوك والواتساب والحاجات الجديدة دي كلها بتجي فيها حاجات مرات يعني بتثير الفتنة. فعلاً. كيف نحن نثبت الفتنة دي؟ يبقى في حالة نزول إخواني اللي شفت لك شكل لك في موضوع في حاجة ما ترشروا ما تمشي لك نشرت لك موضوع مجرد ظن أو مجرد ربنا تبارك وتعالى في القرآن نحن لو متمسكنا بالقرآن ما بتجينا عوج. قال شنو؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هاي ما زول أطلق لنا وشاعة داري يفتن بعض نحن عيبنا نصدق الوشاعة دي طوالي ونقوم نستخدمها. لا لازم نتريس ونتمهل ونتعقل ونبعد الوشاعات اللي شاعدي نثبتها. هاي كل زول بعدك ربنا تبارك وتعالى رقيب علينا وحيسألنا فردا فردا يوم القيامة. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أي الناس اللي بيندسوا ويعملوا فتن ويقتلوا في الدس ويعملوا فتن ديلا ربنا ما غافل عنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم ليوم
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ده يوم راجل ظلم الليل يوم صعب. عشان كده زول يعتعد من ظلم الناس ومن التعدي على أرض الناس وأموال الناس ودماء الناس. نحن طبعا في شهر عظيم وشهر ذاته فيه حرمات كثيرة. أي كلام يعني يتجاوز الحدود يجب أن الإنسان يراعي أنه حرمة هذا الشهر الكريم. كيف نحافظ على حرمة هذا الشهر ونحفظ حرمة الشهر ده بالتعاون والإخاء والمودة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وده أمر من الله لعباد المؤمنين أن يكونوا متعاونين متآخين متحامين في بيناتنا. أي كده ما نسمح لدولة تانية تتدخل في شؤوننا يا اخواننا. لابد ان احنا كل مواطنين اذا كانت جاء تدخل اجنبي هم معناته الفتنه الكبرى وانها كلنا حنضيع. لا احد داير مواضيعنا دي نحل حل برانا. ما نسمح لنا باي دوله خارجيه تتدخل في شؤوننا. دايرين نحل حل مشاكلنا برانا. المفروض ده ودول ده كل مسؤوليه المواطنين ومسؤوليه الحكام. طيب في اطار المسؤوليات المشتركه دي، احنا حقيقه زمان الدوله في عهد المسلمين كانت في يعني نظم معينه بيتبعوها الناس، المسلم والمواطن في الدولة عنده دور بيقوم به، والحاكم والمسؤول أيضا دور بيقوم به. كده نحن نشوف لأي درجة إنه الناس عشان ينتظموا تكون في فوضى. بس الأمر بالمعروف أنه المكردين النصيح. لو كنا ننصح بعضنا بعضا وننصح مع بعضنا بعضا، ما نحرض بعضنا بعضا، ننصح بعضنا بعضا، نحذر بعضنا بعضا وكده، ده المطلوب الحاجة تحصل يعني إن شاء الله. نعم. طيب في حالة الفراغ يكون في فراغ، يعني هسه لاحظنا إنه حتى في الشوارع يا شيخنا الآن بتتقفل والسلطات ما موجودة وكذا، يعني النصيحة بنقول للناس إنه كيف يقوموا بدورهم وخلوا الجهات المعنية تأدي دورها. أيوة، المواطن المطلوب حق والحاجة تولي على الأساتذة من ناحية صحية ليكون يا المواطن تنظف التلف لسك تولعه. ده اللسك ده ما كل مواد كيماوية. في ناس عندهم أزمة ما بيتحمل، في ناس عندهم كيسب أمراض، وأنت ولعت ليك لسك وأضريت ليك زول. ربنا قال تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ضار مسلما ضره الله. اللسك ده بدور كثير من الناس انه مواد كيماويه مضره. هاي لزوم انك تولع اللسك في الشارع يا دخان مسود عويم تسبب ازمات تسبب امراض. ده لان احنا ننصح الشباب حكايه موضوع اللساتك ده توقفوه. اي ما اللسك ده وقفوه والتزموا ونحن نرجع. هم مرات كثيرة احيانا بيسدوا فرقه كبيره، يعني مرات بينظموا الحركه ومرات بنشوف هاي يعني الادوار مشتركه، هي الادوار يعني متناقضه. في ناس بيقوموا باعمال سيئه وفي ناس بيقوموا باعمال كويسه ايجابيه. يسدوا الفرق. زمان كان الشباب في رمضان في الشهر العظيم يقوم بافطار صائم وتحدي لابس حكايه التبرع لافطار صائم، هذا كله انتهى. صح شغالين لسات وهنا يا اخوان. يعني نصيحتك للشباب الان؟ نصيحه للشباب انك ريسوا وتعقلوا ودوا الحكام دي الفرصه، دون فرصه كده عشان يضيعوا لنا حلول ما نسرع عليهم. وكمان نصح الحكومه ان تكون عندها هيبه. هيبه. كيف تكتسب السلطات الهيبه؟ يعني تكون هيبه يعني تحسم المواضيع. اكون في قرارات. هي قرار حازمه كده تحسم المواضيع. لان الحكومه زمان عندها هيبه خلتها تفكر. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه البلد يعني تمشي في الطريق المستقيم. ونحن أكثر حاجة بنحذر منها يا شيخنا مسألة قتل النفس دي. أيوة. ونحن نعرف أنه هدم الكعبة ولا قتل النفس. ما هو نصيحة في الكلام ده برضه؟ صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب الكعبة يقول ما حرم ما أكرمك ما أعظمك وكذا، وبعد في الآخر قال حرمة المؤمن أعظم حرمة من حرمة الكعبة. وحرمة المؤمن أعظم حرمة. لو ناس الدنيا دول كلهم اشتركوا في قتل مؤمن عمدا لكعبهم الله بالنار. شوف 8 مليار وافقوا على قتل مؤمن واحد، ربنا يكبهم في النار كلهم. لا حول ولا قوة. يبقى لذلك الحكاية سفك الدماء دي يعني نحن نتمنى الناس اللي استشهدوا دي ان شاء الله ربنا يقبل شهادتهم ان شاء الله. والناس تكون حريصه على بعضها. طيب في مثل لما تكون في الفتنه يا شيخنا، لما الفتنه تجي كيف يتم درءها؟ الفتنه لما تحصل ونحن شايف بلادنا دي ماشيه على فتنه كبيره. فتنه كبيره يعني نحن لقد حسب اجتهادي نمره واحد نوقف الربا ده. الربا ده نوقفه. انا مثل زمن الحكومه السابقه ديك نبهت يا جماعه يا التجار تعاملنا بالربا ده حيردنا على عقاب من ربنا. وفعلا انها جات تسعى الفتنه دي. ولسه نحن لو ما وقفنا الفتنه حتزيد. لنصيحه القران ده ما كلامي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا. فان لم تفعلوا، شوف، فان لم تفعلوا فاذنوا
بحرب من الله. حرب من الله ليه؟ كون ده كله ربنا مسيطر عليه مهيمن عليه ما في شيء يتحرك ولا يسكن إلا بإرادته. واسهل حاجة حصلت دي سابقة في علم الله بالأزل. هاي لو نحن اتقينا الله تبارك وتعالى ربنا يحفظنا من الفتن. سنعود لهذا الموضوع لأنه هو فعلا موضوعنا وموضوع الساعة. معنا أول تلفون ممدوح. ممدوح من سنار، مرحبا يا ممدوح. ألو، مرحبا يا ممدوح. ألو، عليكم السلام. تفضل يا ممدوح. معك ممدوح من متبلنجو. نعم تفضل يا أخ. بس عندي شوية قلق كده، طوال يعني. قلق ولا شنو؟ ألو، معاك. هاي معاك. ألو يا ممدوح. هاي قلق وزهج تقيل يعني. قلق وزهج من زمان يعني ولا بس في رمضان؟ خليني منعزل يعني اجتماعيا كذا. من زمان ولا بس في رمضان؟ والله يتطول معي شوية كثير. تاني في سؤال؟ ها؟ تاني عندك سؤال؟ لا أنا ما عندي سؤال. شكرا جزيلا. ممدوح بيقول عنده زهج وعنده مرات يعني بيغضب سريع وكذا، والحكاية دي عنده طولت يعني أوجد. أيوة. يعني خايف إنه تعمل له مشاكل كويس في المجتمع وكذا. نصح نمرة واحد إنه يحافظ على الصلاة في أوقاته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يحافظ على الصلاة ويكثر من ذكر الله. يكثر من ترديد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كثر من ذلك إن شاء الله ربنا يطمنا. على تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم. القلق ده بكون أسبابه شنو يعني؟ شنو ده القلق؟ القلق أساساً الإعراض عن ذكر الله. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يتعامى يتجاهل عن ذكر الرحمن. وفي الآية الثانية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ابن كثير قال هن ضنك المعيشة مش الفقر. قال ضنك المعيشة القلق والاضطرابات النفسية والتوترات العصبية. نفس الحكاية دي يا أخونا ممدوح من سنة. ودي يمكن يكون الناس كتار عندهم المسألة دي، بس حافظ على الصلاة وكتر من ذكر الله. والمحافظة على الوضو برضو أظنها بتسهل. أي ما هنسل الوضو ده ما تبع الصلاة الطهارة. أي تبع الصلاة. طيب نحن لو رجعنا لموضوعنا يا شيخنا، حقيقة بين الحين والآخر يعني دعنا نتكلم عن جانب مهم جدا، مسألة الصدق في الكلام. الليلة نحن بنسمع كثير من المسؤولين، كان من طرف الحكومة ولا من طرف الناس اللي بيفاوضوا في الحكومة، كلام مرات تصريحات ومؤتمرات صحفية كثيرة جدا دارين فيها الحقيقة. الناس أصبحوا الآن بيتعرضوا لوسائل الإعلام وبيشوفوا كلام اللي بيقولوا المسؤولين دين هو الحقيقة يعني، لكن الكلام متباين. كيف يكون الإنسان صادق ولأنه هو مسؤول؟ الصدق العام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني خافوا الله وكونوا مع أهل الصدق واليقين. والصدق ده مطلوب من الحكام، مطلوب من الأفراد، مطلوب من كل ذول مسلم يخاف الله ويخاف عذاب الله. الصدق والصدق من صفات المؤمن، والنفاق والكذب من صفات المنافقين. كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اتمن خان. دي صفات كده. نجي نشرح الحديث ده بعد شوية. معنا إشراقة من شندي أول ما تمه. مرحبا يا إشراقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية للشيخ. الله يفتح عليك. أنا بسأل يا أخي عندي جيوب أنفية. نعم. وبستعمل قطرة، هل بتأثر على الصيام؟ بتستخدمي قطرة؟ أي. تستخدمها بالنهار يعني ولا ممكن تاخذيها بالليل؟ والله بالنهار إذا ما بقدر أتنفس شوي. أيوة حسب الحالة يعني. طيب سامح انت ساعة تعمل قطرة بتحس في حقك حاجة. أيوة. سمعتي كلام الشيخ؟ ما سامع. الشيخ قال لك لما تستخدم القطرة دي بتحسي بانه في مادة نزلت لك في الحلق ولا كده؟ لا لا، مرات لما تكون مضايقة شديد ما زعلت تصف. اها. طيب لما تستخدمها بالنهار بترتاحي يعني لما تجيك ال اي لكن ما بتشعر بحاجة نزلت لك في الحلق؟ لا لا. طيب
خلاص اسمع كلام الشيخ ان شاء الله يرد لك. اي ما دام ما بتسمع حاجه حصلت في حقك سوي القطره. اي القطره ما هو تعمل قاعد يحسب يحلو لين مرات تقول لي زول خذت لي القطره. القطره مش مليان مليان يقول له زوط يزوط تكون بدا خمسه سته كثيره حبات تملى العين لما تدفق بها دي اللي بتنزل في الحلق لكن نقطه واحده طق كده نزلت في الحلق يبتكب بها في النخرة يبدو ان عندها جيوب انفيه جيوب انفيه اي ما دام بتحزن في حلقه آه. سويها ما بتبطر. طيب ان شاء الله ان شاء الله تكون وضحت لك. طيب نرجع لحديثنا ايات المنافق ثلاث ايات المنافق ايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث. ايه معناته علامه علامه المنافق ثلاثه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان دي صفات المنافق ده نفاق العمل ودي ثلاث حاجات أساسية ثلاث حاجات بعدين في طبعا النفاق ينقسم لنوعين في نفاق العقيدة ونفاق العمل. نفاق العقيدة إن الزول يبطن الكفر ويصهر الإيمان ده اللي هم في الدرك الأسفل من النار عقوبة شدة من الكافر. النوع الثالث النفاق العمل اللي هو اللي يحدث يكذب يوعد يخلف ويدو أمان يخون الأمانة. دي صفة ما من صفات المؤمن الكامل الإيمان. دي صفات المنافق اللي تدرج تدرج إذا تقلقلت فيه وتأصلت فيه بقت تخلق بها الثلاثة ديل حيؤدنه إلى نفاق العقيدة لكلام العلماء. وقزول يحذر منه. نعم عشان كده نحن حقيقة دورنا مشترك دور كبير جدا عشان نحن البلد تكون في أمان وفي سلام. الشعارات اللي قاعدة تقال الآن إنه سلام وعدالة وحرية والدين ذاته بيدعو الكلام ده يجب أن توفر السلام للمسلم وتوفر العدالة وتوفر الحرية. يعني كده نشرح الكلام ده في الإسلام وين السلام مطلوب كيف وحثنا إنه البلد تكون في أمان. مطلوب كل الناس يكون مواطنين على حكام يكونوا صادقين ويخافوا الله. يقول لك ما بخاف من الله خاف منه. لو زول أي زول بيؤمن إنه يوم الغمة حيجيب قدام ملك الملوك يسأل عن الصغيرة والكبيرة من عمله وعدك يا الجنة يا النار. الزول بيخاف من الله ما بيكذب ما بيغش ما بيزور ما بيخون ما بيفتن ما بيعمل كده. نعم سبحان الله. يعني شوف نحن تحية الإسلام ذاته هي السلام. كده نتكلم عن الموضوع ده السلام ذاته كيف جاء في الإسلام. ودي صورة ده صورة جميلة السلام يعني فوق أمان. يعني تقول تلاقي زول تسلم عليهم صحيح تقول من تعيس أنت بالليل لو ماشي براك في الشارع وقابلوك ثلاثة أنفار جايين لو اديتهم السلام رد عليك السلام حتطمن. نعم كده نرجع للموضوع ده لأنه فيه قصة كويسة. معانا تلفون منو مرحب يا مرحب. ألو ألو السلام عليكم عبد العظيم مرحب بك. كيف حالك يا مرحب بك عبد العظيم من الخرطوم. الله يا رمضان كريم. الله أكرم. عندنا ثلاث أسئلة للشيخ. أها نعم السؤال الأول نحن في السكري ليه السكري أيوة نحن في السكري الصيام معانا كيف. وثانيا في أيوة ثاني عندنا في واحد قريب من الشباب دول كل مرة والثاني في التواصل بيطلع يقول لك يا أخي الشيخ محمد حسن يتوفى. نعم تقول كده تتخلع داري ما أعرف القصة شنو بالضبط. أنا بعد خاص خلع أنا ما أسمع قال انه قال في يقول في اشاعات الشيخ محمد اشاعات ايوه ده موضوع قال خاص الشيخ ما خلاص. طيب السؤال الثالث شنو؟ كان عندنا السؤال الثالث طيب الحسن بيحصل مثلا في قدام الغيادة البنات والاولاد المختلطات والحاصل ده الاختلاط يعني اي ده رايح يخرج جدا 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 ونعمل معه جدا. شكرا لك. اظن موضوع السكري تكلمنا فيه كثير. هو تكلم منه هو عنده سكري ومرات الصيام ده بيتعبه كده كده نتكلم برضه نذكر انا خلاص يقول عنده سكري من نوع الثقيل سكري وراثه او جاه كبير وبيتعب يشق معه الصيام خلاص المؤمن امين على دينه. انت شفت عجزت عن الصيام وعملك مشقه شديده وعجزت عجزا تاما افطر وطلع الفديه. المؤمن امين على دينه. هو اظن سال السؤال الثاني خاص بيك لكن احنا برضه ما بعيد ما نمشي بعيد يعني نتكلم عن الناس اللي بيروجوا للاشاعات دي. اي ما تكلمنا نحن الموضوع ده بتاع الاشاعات دي قتلناه بحثي عشان لو تاني عندنا فيه كلام
أمريكا. نعم طيب خليناك يا شيخنا خلينا الموضوع ده. طيب برضو بيتكلم عن ملاحظة قال في القيادة في بيحصل اختلاط شديد, وطبعا نحن نتكلم من باب يعني الفقهي الجانب الفقهي في مسألة الاختلاط وحدود الاختلاط وكده. الاختلاط بتاع الرجال مع النساء مع النساء أي طبعا في الحالة دي طبعا هذا الاختلاط ده موجود في كل مكان في المواصلات حالات الضرورة يعني أصبحت المرأة المسلمة اللي اضطرت تطلع للشارع عشان تشتغل سبب المعيشة الغالية دي الموظ الزوج مرتبه بسيط ما بيكفي والبنات تتعلم شغلات دكاترات مهندسات ما إن شاء الله ما أدات واجبا في الدولة يعني موظفات كتار. حكيت الاختلاط دي في حالة حفلات العرس والرقص والحاجات دي والحمد لله يعني قليلة اللي في حالة الصالة بتاع. طيب نحن ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء خيرا يعني نحن برضو نشوف دورنا نحن كمجتمع رجولي كيف يحافظ على المرأة حتى ولو اضطرت يعني طلعت للشغل كيف يحافظ عليها كامرأة, ودي ناخذ معانا نستصحب معانا النصائح اللي ادانا الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. اي توصي بالنساء خيرا صح آه. لا لا نقرا الحديث ولا لا فعلا على الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا وفي حديث ثاني قال خياركم خياركم من نسائهم وفي حديث ثاني رفقا بالقوارير وفي حديث ثاني ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير لهم من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا أخصم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها الزوج الصالح. كذلك نحن نتمنى كمان الزوج بجانب يكون صالح أي ما يظلم المرأة دي يبقى ولو ربنا قال ولو هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الزوجة توفي بالتزام لزوجها والزوج كمان يتوفي بالتزام لزوجته ولذلك الحياة تمشي والولاد يتربوا تربية سليمة إن شاء الله. طيب المرأة لو اضطرت تطلع يعني إحنا الآن دمان المرأة بتشارك في الحروب يعني في النزاعات وتكون عندها دور بتقوم به إذا اضطرت طلعت شنو المطلوب منها تعمله على حتى إنه ما تكون عرضة؟ ما الحمد لله هسا يعني أدي الحقيقة النصيحة يعني لسه نحن في الشارع يعني 90% من النساء ملتزمات بالزي الشرعي 90% ما شاء الله في عندنا هنا ده لابسات العبايات دي وملتزمات تركن الثياب الغالي والفاخر ديك والتزم بالعبايات وما شاء الله يعني ما عاد لانه في اي اقول لك كله قاعده شباز حتى في زمن النبي كان في شباز هنا برضه في شباز لكن نحن ننظر للاغلبيه الاغلبيه يمكن 90% من النساء والمؤمنات عندنا في السودان ملتزمات بالزي الشرعي والآداب الشرعية الحمد لله رب العالمين في الظاهر ميتما دنيا من الله يعني الحمد لله إنه إحنا بس ندعو يعني للناس إنه إن شاء الله يكون ربنا يعني يسلم البلاد من كل شر والمرحلة مرحلة صعبة والله يا شيخنا محتاج مننا لدعاء شديد إنه الناس يعني ودي أيام الرحمة العشر الآن تنقضي يا شيخنا كيف الناس يتعرضوا لرحمات هذه الأيام بس الالتزام بشرع الله لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نحن لو غيرنا موضوع الربا ده ما بتجينا عوج نحن بس الآن المشكلة كلها في الربا يا شيخنا ولا بس كله بس الربا النفس ذاتها النفس كيف يغير الإنسان كيف يغير نفسه نحن هسه ملتزمين الحمد لله زي ما قلت لك نسوان ملتزمات الناس الجوامع مليانة بالمصلين بس عيبنا حكاية الربا ده لو وقفناه إن شاء الله بتجينا نعم طبعا هو الأخلاق ذاتها لها أثر كبير الإنسان يلتزم الأخلاق والأخلاق الإسلام هي يعني خير فضيلة يتبع الإنسان إن شاء الله بعد ذلك ما بتضيع له عوجة نحن سنكون معكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا في هذه الحلقة بصحبة شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن هذا البرنامج برعاية زين رمضان أحلى في السودان زمان حاجات رمضان حنقول يا كمان هلا هنا
نحبك عمد بشايبك كل مكان زار الفرح أهدي الحنان بك القلوب مليان نور حسن العمل جاب السرور جاب السرور. رمضان أحلى في السودان. الوالي جلابية. الوالي جلابية سجميه الرجالية كل أنواع الجلاليب تيوب وياباني الأصلي قطن سويسري وإنجليزي عمم وشالات سويسري على الله قطن هندي قسم خاص للسفاري والأحذية بالإضافة إلى مشغل للتفصيل الحديث بلدي سفاري. الوالي جلابية الفرع الرئيسي أم درمان شارع العرضة غرب مستشفى التجان الماحي بالإضافة لفرعنا في دبي ديرة شارع السبخة دار الوالي. الوالي جلابية ما في كلام. أنا دايماً بختار زيت شمس لأنه صحي وأخف من أي زيت تاني وكمان بحافظ على أحلى طعم للأكل. زيت شمس أكلك أحلى وأخف. أهلاً جيتنا يا رمضان شهرك رحمة والغفران. أهلاً جيتنا يا رمضان ليلك ذاهب القرآن فيك بيفهم الإنسان معنى الطاعة والإيمان وشدة قسوة الحرمان ليكن زعل المحروم وجعان. أهلا جيتنا يا رمضان شهر الرحمة والغفران. أهلا جيتنا يا رمضان والكل بمجيك فرحان. بنك أم درمان الوطني ملتزمون باستدامة التفوق. بنقوم من الصباح بهم الملاح وفي الضيافة والكنافة نلقى يوم نراح. كل يوم بيجينا ضيف والعزايم ما بتقيف وفي الشهر كل زول كريم وكل زول في نشيف. دعنا دعنا ليه معنا رمضان شهر مدانا شهر عظيم وضيف كريم مرحبا بقمانا. شهر كريم وخير كتير وفيه كل شي وفير طبق صغير مع ملتمع مصاصة فيه يا سلام. وشربة العدس أكيد ضروري لعبد المجيد وخالي خالي ما ببالي في المحاشي تلقى ما شوف الصواني سوق عالي. كورية الهنا كوز بلبن بدول بياكلة عمك الحسن. جانا جانا ليه همامة رمضان شهر منانا شهر عظيم وضيف كريم مرحبا بقول معانا. السوداني كريمين ومروج بتكفينا رمضان كريم. خزانات النخلة صحية 100% ضمان 10 سنوات للاستفسار 27-32. خزانات النخلة أصل الخزانات.
هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك شيخنا مجددا. ونحن حقيقة بدينا كلامنا عن الحرمات وحرمة الدماء وغيرها. هناك حرمات كثيرة جدا، ونحن الآن ندخل إلى العشرة الثانية اللي هي عشرة المغفرة، لكن في بالنا أيضا حرمة من الحرمات المهمة جدا. قبل ما نتكلم عن الغيبة والنميمة نحاول نتكلم عن الاستغفار ذاته ودوره يعني في الرخاء للناس. نحن الآن بنمر بضائقة معيشية صعبة جدا، صحيح، ونعرف أنه الاستغفار هو سبب من أسباب الرزق. الحمد لله. نعم. قال الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية دي سبب نزول الكفار مكة، قالوا بدل ما يقول يا رب أكان القرآن المنزل على محمد ده وحي من عندك أهدينا ليه، بدل ما يقولوا كده قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوفوا الدعوة دي، طلبوا العذاب من ربنا. قال ربنا رد عليهم: وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم. انت النبي ما دام موجود في وسطهم ربنا بيعذبهم، تكريم ليه. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لان وسط الكفار ديل في ناس مؤمنين ويستغفروا الله. عشان كده ربنا ما استغفروا. ولذلك يعني ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزل الله علي على امتي امانين. الامان الاول اللي هو وجود النبي، الأمان الثاني الاستغفار. يبقى النبي موجود ربنا ما بيعذب الأمة. النبي انتقل للرفيق الأعلى الأمة، ما دام الاستغفار فيهم ربنا ما بيعذبهم. يبقى نحن في الأيام دي محتاجين للاستغفار. التوبة ونكتر من الاستغفار. ولذلك في قصة نوح قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى الاستغفار نحن مطلوب في هذه الأيام. طبعا نحن في عندنا صلاة القنوت. القنوت العلماء قالوا سنة في حالة النوازل. أما في حالة غير النوازل اختلفوا فيه. يبقى نحن دلوقتي في اليومين دي نعاني يعني فتنة، متعرضين لفتنة شديدة. مطلوب منا احنا اللي كله يعني اخواننا مثل المساجد وخلاوي القرآن والحيران في الخلاوي وشيوخ الحيران دي، مع انك نوصل شباب الحيران وأمة المساجد وشيوخنا الكبار الأجلاء ان يكثر من الاستغفار والدعاء لحفظ البلاد من الفتن ما ظهر منها وبطن. ده المطلوب يعني. وإن شاء الله بالدعاء ربنا يحفظ البلاد. ده نمرة واحد. نمرة اثنين اللي هي اللي قاعدين نكررها في كل حلقاتي اللي هي ترك الربا. نحن لو تركنا الربا وكترنا من الاستغفار بلادنا دي رب المسيطر على الكون كله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نحن نؤمن بأن الكون ده كله ربنا قادر أقل من رمشة العين يخليك كت، ما في حاجة. خالص. لا ناس لا حيوان لا أي شيء. وقادر يجيب ناس جداد. الكلام ده ما مني، من القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كل ما صعب على الله. الأمور كلها رب المسيطر عليها. نحن لو كثرنا من الاستغفار ووقفنا التعامل بالربا وشيوخنا وحيراننا وتضرعنا الله وكثرنا من الدعاء والاستغفار، إن شاء الله حالنا دي يتبدل لحال سمح ونعيش في والله دي دعوة سمحة يا شيخنا. إنه الناس كانوا غافلين عنا حقيقة. الغفلة هي مشكلة. الغفلة هي مشكلة. طالما نحن الآن في نوازل وتنزل بينا محنة كبيرة، محتاجين للاستغفار أكثر من أي وقت مضى. أكثر من أي وقت. ونحن الأيام دي عندنا كمان ليالي التراويح. الدعاء فيها مستجاب إن شاء الله. نصيحة نقدم لإخواننا مثل المساجد في صلاة التراويح: يا تقنطوا
يا يعني يقولون خلاص من حنا في نازلة هسا في فتنة كبيرة. يا تكتر من الدعاء بعض الصلاة إنه ربنا يحفظ البلاد دي من الفتن ما ظهر منها بطن، وتدعو إنه ربنا يوفق الحكام ديلا للسيطرة على البلاد والهيمنة على البلاد وإعادة الهيبة للبلاد والأمن والأمان للبلاد. طيب هالطريقة الاستغفار لو زول دار يستغفر براهو يعني الأفراد ذاته، نحن نحث الناس إنه كمان يستغفروا في أي وقت. أي وقت استغفار أفضل صيغة للاستغفار نحن نقولها نذكر بها الناس. استغفار معه كثير، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كل أنواع كثيرة. كل الصيغ هي خلاص تجوز يعني. طيب ناخذ معنا أم كريم من أول مكالمة في بعد الفاصل الثانية. أم كريم مرحب بك، ونرجع لموضوعنا بتاع الغيبة والنميمة إن شاء الله. مرحب يا أم كريم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس عندي سؤال للشيخ لو ممكن. تفضل طوالي. اهلين شيخ، كيفك؟ تمام، رمضان كريم. معك الشيخ يسمعك طوالي الان، قولي سؤالك. ها طوالي ادينا السؤال، الشيخ قاعد يسمعك الان. اوكي السؤال، بس انا والده وما تمت ال 40 يعني تقريبا لي زي 30 يوم كده صايمه ولا شنو؟ واغتسلت واي حاجه يعني ما عندي حاجه. اها لكن قمت صمت، فاي ظل بيقول لي لا لا ما المفروض تصومي ما صح. والده ايوه نفساء. ليكي كم 30 يوم؟ اي اها والحاصل شنو بالضبط؟ الحاصل ان انا صمت يعني قمت بديت رمضان من اول وصمته. يعني لك 30 يوم وصمتي؟ وانا واضح ما مفروض تصومي الا من ال 40. ايوه الا بعد ال 40. وانا قادر على الصيام يعني. قادر على الصيام وطهرتي خلاص يعني. جناكي قال لك بيرضع ولا؟ ها؟ المولود بيرضع ولا؟ لا لا بيرضع. انت بترضع يعني؟ بترضع. يا والدي يا دوبك يعني تم ان شاء الله. وقالت قادر على الصيام. اي. خلاص طبعا هي اول حاجه قالت ولدت وتمت يا دوبك 30 يوم من الولاده. ودم النفاس انقطع منها تمام. خلاص تصلي. اما صيام ده نقول لها الطفل ده ولدك ده امانه ربنا بيسالك منه. اذا لقيت نمر واحد لمن قل تفطر طوالي، واذا ما لمنك ما 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 قل لكن تغير الولد بيعمل له اسهال تفطر طوالي. واذا انت ذاتك حسيتي بتعب ارهاق شديد تفطري. ديل ثلاثه اسباب، اذا حصلت واحده مني ما فطرت ربنا بيعاقبك يوم القيامه لانك رفضتي وضريتي جناك. نعم يعني الحاجات الثلاثه دي. لكن السؤال المهم انها هي قالت 30 يوم، طبعا احنا عارفين انه ما اعرف دي عاده ولا حق ولا من الدين يعني 40 يوم للنفاس هذه. النفاس دي ما حد الاقصى 40 يوم. لكن لو ولدت المراه والأم ولدت بعد يوم في نفس اليوم انقطع دم النفاس تغتسل وتصلي. ولدت حتى ولدت بدون دم تغتسل وتصلي. قطع دم النفاس انقطع في نفس اليوم تغتسل وتصلي. قال 32 يوم دم النفاس انقطع دي دولة متفقها بقت تصوم تصلي. أما الصيام ده وضعت لك الشروط الثلاثة دي عيد تاني. أنت زول والدي ولدك يا دوبك 30 يوم. ولدك ده لو جاء واحتجاع اللبن بتاعك نقص والولد جاع تفطر طوالي ما فطرت ربنا بيعاقبك. نمرة اثنين لبنك يتغير الولد مسكه اسهال ما وقفت الصيام بيعاقبك. نمرة ثلاثة انت ذاتك تعبت ذاك بقيت تعبت تعب شديد رضاع وصيام تعبت ما فطرت بتتعاقب بس. نعم طيب ان شاء الله كنا وضحت لك الصورة يا ام كريم من خلال كلام الشيخ. لكن نرجع لموضوعنا اللي هو بديناه من الحرمات طبعا الغيبه والنميمه. ايوه كده الناس بالنهايه ممكن يكون بعض الشيء محافظين يعني كلامه بيكون كثير، لكن بعد الافطار تلقى الناس قاعدين مجموعات وربما يتعرض بعض الناس الى الغيبه. كده نعرف الغيبه وعقوبته اذا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
يبقى دي الغيبة. معناته إذا كان زول غايب نتكلم فوقه كلام. الكلام ده حقيقي، زول ده برتشي، زول ده برتكب الهناء، زول ده بيشرب خمر، زول ده بيشرب مخدرات، زول ده كده وكده. وحقيقة يبقى غيبة. أي نحن بدل ما ننصح ونقول يا أخي أنت ماشي بسكة حرام وعرضت نفسك للعقاب دخول النار، بطل الأمور دي، لكن وغايب نقطع فوق ما نصحنا. والرسول قال الدين النصيح. يبقى دي غيبة. اها ذا كان الكلام يقولنا ده كله ما فيه، وجول ده خالص لا بيشرب خمر لا مخدرات لا بيعمل فواحش، يبقى ده بهتان. معناته قذفناه، اتهمنا بحاجة زور، شهادة زور. عيب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة، الشرك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور. قول الزور اللي هو نقول كلام في زول ما حقيقة، ده قول الزير معصية كبيرة. نتهم في حاجة هو ما عنده. طبعا دي عقوبتها كثيرة جدا. احنا بنجي للعقوبة بعد ناخذ التلفون من أم أبو بكر. مرحبا يا أم أبو بكر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يديك العافيه شيخ رمضان كريم. الله اكرم، تفضلي. يديك العافيه. انا سؤالي للشيخ محمد الحسن انه انا عندي قروش في البنك. ايوه. وعايزه اطلعها يعني بغرض البنى وكده. فواحد قريبنا في بنك بيقول لي انا داير منها نسبه. داير شنو؟ طبعا بسبب ازمه السيوله وكده، فما عاد ادفع من الشنب. ياخذ نسبه. ايوه. هو موظف يعني في البنك. بيقول انا اخذ منها نسبه، يعني مثلا في ال 20 مليون ياخذ نسبه بتاع 3 مليون او 5 مليون. ايوه. مقابل انه يطلع لك قروشك. يا شيخ. مقابل انه ياخذ يطلع لك القروش دي كامله جاهزه يعني. ايوه ياخذ يطلع لي كامله. فانا محتاره يا اخي، وانتم عارفين زي ما حصل ازمه في البلد انه ما قادرين نطلع حتى يعني حاجه من التصرفات الاليه وكذا. فما عارفه امر الدين في كده حيمشي. ايوه. طيب. في سؤال ثاني ولا كده؟ السؤال الثاني يا شيخ انه الحنة في نهار رمضان سواء كان في الراس او في اليدين حكم شنو؟ اللي هو شنو؟ الحنة. ايوه. يديك العافية. شكرا جزيلا يا ام ابو بكر. والله السؤال ده فعلا صعب شويه. قالت عندها قروش في البنك. طبعا احنا عارفين اليومين دي في ازمه في السيوله. في زول قريب اظنه شغال في البنك، قال لا يا اخي بطلع لك قروش دي لكن باخذ منك نسبه. ايوه. يعني طبعا انت تعتبر رشوه. هو الحديث لعن الله الراشي والمرتشي. اي هي طبعا نظام البنوك انه في تعليمات انه زول عنده ان شاء الله عنده مليار. ما بدي في اليوم اكثر من 1000 جنيه وكده. هذه اللي خلت الناس يتعامل بالربا. وهنا طبعا قال لي انا نديتني بديه طلع لي قروشي، لكن باخذ منك 40 جنيه ولا 40,000 ولا 3,000. 3,000 في كل شيء. ايوه. طبعا بدي رشوه. شو لي طريقه ثانيه. طيب هي هل تعتبر تصنف انها هي مضطره الى لو لا ما تضطر في الحال. طيب فرضنا قالت مضطره. هي قالت انا عندي درت قروش الجامعه لولدي في الجامعه وعندي ضريبه ما دفعتها ما بيقبلوا. نقول لها امشي شيلي لك اشتري لك سكر ولا اشتري لك اي حاجه. امشي بيعها بكسر. اشتري لك سكر بشيك. بشيك بدين. امشي بيعي لي شغل ثاني بكسر. اشتري بمليون ب 10 مليون ب 9 يعني مليون. لو عندها ال 20 مليون دي تمشي تكسر لها بضاعة. طبعا الكسر ما حرام لكن خطر. خطر معناته يورط الزول. بس لكن في حاله دي ضرره اخف من ان تدي زول ده 3,000 جنيه. يعني ما تدي اصلا. ما تدي. نعم دي نصيحه. امشي اذا زنقتي ومحتاج ضر ضروري امشي اشتري لك بضاعه في دكان باهل دكان ثاني بكسر وهتحصل على النقديه وادفع رسوم الجامعه لولدك. طيب قبل ما نجي سؤال لأم أبو بكر الثاني، معنا أم دانية من الضعين. مرحبا يا أم دانية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا عندي سؤال لفضيلة الشيخ. نعم تفضلي. يلا أنا كنت حامل ولي 8 شهور. أنت حامل؟ لي 8 شهور وصايمة. صايمة. يلا وزوجي مصر على إيه الأفطر لكن أنا في الشهر الكم أنت الآن؟ في الشهر الثالث ولا الكم؟ الشهر الثامن. الثامن. ايوه تمام. اساله اقول لها ما بتحس باي تعب ولا ايش من الصيام؟ سامع الشيخ انت؟ قال لك بتحس باي تعب من الصيام؟ اي تمام. قال لك بتحس باي تعب في الصيام ولا عادي؟ لا
لا لا فاهمه لكن زوجي مدير علي الافطره وانا يعني ما سمع كلامه، هل في حرف في الكلام ده ولا لا؟ زوجي قال لك افطري وما سمعت كلامه؟ علي حال خلاص 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 يرد عليك ان شاء الله الشيخ سمع كلامك ويوضح لك كل النقاط. اول حاجه قالت حامل لها 8 شهور على وشك الولاده ان شاء الله ربنا يحلها بالسلام. لكن نقول لها ادينا النصيحه، اذا حسيتي بنفسك جعتي جوع شديده وكذا افطري اي فطري، واذا ما حسيتي لقيت نشيط ما شاء الله وصحتك تمام وما تاثر كانك ما صايمه واصلي. وانا بقول لها اليومين دي لا الفطور احسن. ليه؟ لانه المراه لما تيجي تلد اذا ما مغذيه حتتعب في الولاده، حتاخذ كم يوم حين تتلد، وحيضطر الدكتور يولدها عمليه قصريه. لكن لن تكون شبعانه الجهل يجي مدفع ماري هاي والدم يكون تام وكذا تام وكذا نعم هذا الكلام ده حبوباتنا نعم نعم نصيحه كويسه. المال لما تكون مغذيه الولاده طوال توليد الجهل يجي ماري لكن يكون ضعيف ما ماكله هاي نعم. طيب اختنا ام ابو بكر قبل ما اختنا داني تخرج علينا كان سالتنا سؤال اللي هو قالت بتخت الحنه في نهار رمضان اذا كان في شعرها او في الدين. ايوه ايوه الحنه اذا كان ما بدون ريحه يجوز، لكن الريحة دي أنا شايف لما النسوان يسوي لنا في ريحة اسمها السروتية والمحلبية أو الصندلية يسوي لنا كده يسوي الريحة ويسوي معاها يا أخي تحننين الريحة دي قوية شديد أنت قفايد بقوم الأولاد بيسوي في الريحة تشم ريحتها الريحة دي زول صايم يسوي في الريحة استنشق استنشق شديد يعني ريحة قوية نخاف من كلام المالكية. المالكية قالوا زول لو أخذت قطرة في نخرته حسب طعامه هنا يبطل الصايم والريحه دي تنزل في الصدر. نقول لها اذا كان الحنه دي بدون ريحه سويها، اما اذا اضطريت قالت ما بتمسك الا بالريحه سويها بالليل. بس نصيحه كويسه. طيب بدينا حديثنا عن الغيبه قلنا العقوبه ما ذكرنا العقوبه لكن شرحنا هاي العقوبه. ربنا تبارك وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم. ابن كثير قال في تفسير الآية اغتيابك أخاك في حياته كأكل لحمه بعد مماته. يعني شبه لنا الناس اللي بيغتابوا نزوله غايب يتكلموا في سيرته زي كان زول مات ويأخذ الجنازة قدامهم وكل زول يدوس سكين قالوا قطع أكل من لحم زول. في الحال زول أكل لي لحم بني آدم وميت مدام كرهت أكل لحم الميت أكره الغيبة فإنها شد قبح من أكل الميت. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير شيخنا الجليل على هذه الإفادات وهذه الإجابات الجيدة والتي وجدت استحسان كثير جدا من السادة المشاهدين. على أمل أن نلتقي بكم مشاهدينا غدا في حلقة أخرى من برنامج فتاوى. دائما تقبلوا تحيات فريق العمل لهذا اليوم ونذكركم دائما ونحن في وطننا اليوم نمر بفتنة كبيرة. نسأل الله العلي القدير أن يجعل الفتنة نائمة كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة. يا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة ولو أني دعيت لكنت ديني عليه أقابل الحتم المجابة أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. أشكركم مشاهدينا وتقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان.